مرحبا، هاي الصحة، شو أحوالكم؟ شو حال أولادكم؟ كيف شراو عندكم الحال؟ أهلين أهلين وسهلين، بارتاجيو اللعب الماكسيموم خاوتي. الحمد لله الحمد لله ايبو سافا، الحمد لله حبيبتي، لا الحمد لله فاتيكي شويه مي الحمد لله، الحمد لله ربي نشكره على الصحه. يلا لي لايك والبارتاج. il fait très froid chez nous à Nancy. oui حتى اليوم هذا il fait beau بصح حيت il fait très froid. تعرفي صباح كنا رايحين للخدمه لقينا لي فواتير معمرين، صبحنا نقرطوا والله العظيم مزيان، شاريين واحد الغوبو هكا ساهل يعني باش تنحي هذاك سيغ لو باغ بريز، ساهل ما ضليش تقراتي بالله كيما مالفين بهذاك الكغاتوار، ولا واحد الغوبو هاي الالكتريك. وقت البرد دركا ايه يو توما موان كات، حنا عندنا موان سيس عبالك، والله يصبح ربي في لافواتير غير موان سيس. انا ما عنديش بزاف من دخلت للدار. واسي بغي سي تخو، على بالك تعود هكا الجليد بزاف، ميم الحيوانات برا مساكن ويمرضوا. وراكم يا افراد الجاليه، وين راكم دايرين لاسياس، راكم خدامين، راكم تحوسون، راكم انا جيت نحكي معاكم شويه، لكن ما كنتش واجدين انا ثاني نروح ندير لاسياس والله يا خالتي لما راكمش واجدين نروحو نديرو لاسياس كامل. كاش خبار يفرح اختي ولا غير كاينين الاخبار اللي يفرحوا يا اختي، ان شاء الله ما ان شاء الله تنحى الكوشمار ان شاء الله. راكي تستناي في الباتو مارسي اورو، ان شاء الله ان شاء الله قريب ان شاء الله، مبقاش مبقى والو دوكا الكورونا خلاص مبقاش، اي حد خلاص وساي دوك يفتحوا دوك هما على بعد دراهم باش يدخلوا الدراهم دوكا يفتحوا. ولا غراني نعسانة ايه ربي خدمة عيني ولا يلا طلعوا اللايف، طلعوا لي اللايف خالتي، طلعوا لي باش نحكي لكم تمتموا ونتفرقوا. راكي تيا ومعاك سي بيرسون ولا سيت
بصح ساكتين، واحد ما قلنا لا سلام عليكم لا لا اهلا لا والو، ها بداو يطلعوا. يلا يلا طلعوا طلعوا، وقيلا حشمانين، ما تحشموش ما والو، راكم في داركم راكم مع اختكم، والله ما تحشمونا والو. انا نرحبوا بيهم كاملين، حتى مينا رايت مرحب بيكم. محمد عبد السلام عليكم اختي، ان كيستيون بور سو روند. وعليكم السلام اخي، كون بور روند ان الجيري افيك الجيري است كيل فو جوست لو بي سي ار؟ وي سي كو سي كل بي سي ار دوكا في لي فول كامل، ماشي غير الجيري، مع لي كومباني كاملين كل بي سي ار. لو فاكسان سي جوست مع الباتو هذا مكان. بلا مزيه يا اخي بلا مزيه. نعطيك الخبر الاول، هذا ماشي هذا اللي راح ندير على جالو اللايف، هذا وين لقيتو هذا الخبر؟ لقيتو في جريده الشعب. برمجت مصالح الجويه الجزائريه رحله للطائره التي عادت ادراجها امس من تركيا، وعلمتنها 200 مسافر بسبب ظروف جويه غير مواتيه. اليوم الثلاثاء عادت إلى الجزائر العاصمة طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، كان من المقرر أن تحط الاثنين في مطار اسطنبول الدولي بسبب توقف حركة الطيران في المطار التركي عقب تساقط كثيف الثلوج. وقال مصدر ومسؤول الخطوط الجوية الجزائرية إن الرحلة تم تحويلها أولا إلى مطار أنقرة قبل عودتها إلى الجزائر بسبب تعليق العمليات في مطار اسطنبول. سيفغي البارح كانوا معلقين الرحلات في اسطنبول فضلا عن عدم توفر الظروف المواتية للتكفل بالركاب على متن الطائرة في أنقرة. وأضاف المصدر من المحتمل أن تبرمج هذه الرحلة يوم غد يعني الغدوة نحو اسطنبول في حالة ما سمحت السلطات الجوية التركية مرة أخرى بحركة الطيران في هذا المطار، مؤكدا أن الطائرة كانت تقل أكثر من 200 مسافر. جدير بالذكر أن مطار اسطنبول الدولي علق الاثنين عملياته مؤقتا بسبب تساقط الكثيف للثلوج فضلا عن الظروف الجوية غير المواتية مما قلل من الرؤية على مدارج هبوط الطائرات. وهي متفرغة في المسافرين مساكن، راهم يسوفريو في لي زايغوبور، داوهم لايغوبور تاع أنقرة وراهم يستناو ثم من الغدوة ولا وقتاش باش يرجعوهم. يا إلهي يا إلهي، التسيير الجزائري يا إلهي. المهم نروحوا للخبر الزين اللي رايحة نعطيه لكم، اسمحوا لي دقيقة. طلعوا لي اللايف خاوتي، طلعوا لي البارتاج البارتاج ولا اولي جام دوك يطلع وحده هكا كيما مال فيه كيما عودتوني خاوتي. ميرسي بوكو جي اختي، الله يحفظك اي بون كوراج. ما الله يخليك يا اخي محمد، ربي يخليك ان شاء الله. نعملو باكسا ايبون ان شاء الله ان شاء الله. راح دوكا ينحوهم دوكا والله العظيم، غير راهم يزيروا في الغاشي برك باش يلقح دوك، تلقاوهم شهر شهرين ينحيو يعني يليو الباكسا دوك تشوفوا. طفرناها غير حنا فربحنا اللي باكسينا.
بهنا اقول لك بشرى للجاليه طال انتظارها، اسعار الجويه الجزائريه في المتناول المعقول. روحوا ترى شوفوا هذا الخبر. تشهد اسعار تذاكر الخطوط الجويه الجزائريه انخفاضا محسوسا على الرحلات الجويه بين البلدان الاوروبيه والجزائر على غرار اسبانيا والمانيا. حقنا زغرتوا مالك ينقصوا في الاسعار والله. وبحسب الأسعار التي تعرضها الشركة فإن سعر تذكرة من فرانكفورت الألمانية نحو مطار الجزائر العاصمة تقدر ب 261 أورو. آه با سافا الحمد لله. سمعتوا خوتي لو بيي تاع ألمانيا فرانكفورت الجزائر العاصمة 261 أورو للرحلة المقررة في 6 فبراير، يعني في هذه الرحلة بالذات 6 فبري لو بيي راه 261 أورو، والتي ستنطلق على الساعة 2:30 زوالا، اللي تنطلق على الساعة 2:30 لتصل إلى الجزائر في حدود 5 مساء. من جهة أخرى كاينة رحلة واحدة أخرى في الفاتح من شهر فبري من مطار روما بإيطاليا باتجاه العاصمة الجزائر بسعر يبدأ من 221 أورو. ايه برافو. حيث من المتوقع أن تنطلق الرحلة على الساعة 1:30 زوال لتصل على الساعة 3:20. هذه الرحلة من روما من إيطاليا حتى الجزائر العاصمة بسعر 221 أورو 221 أورو. ابا سابا سابا كي بدات على بالكم البرنامج تاع الشتاء نورمالمون راهو قريب يخلص بالحق يطيحوا بالحق يهبطوا في هذو لي بخي. يعني هذه حقيقه ماشي راني ماشي الناس راهي تكذب ولا نقولوا لي سورس اللي جبت منها راهي تكذب ولا دوك نوريها لكم توت سويت. هذه تاع روما شوفوا هذه تاع روما 221 اورو تشوفوا فيها. نزيد نوري لكم الاخرى تاع فرانكفورت ها 261 اورو هاكا خير تشوفوا فيها. اللي مهتمين يعني وحابين يروحوا فيها يروحوا فيها ولا غير مليحه خير من 400 500 ديما شويه. نزيد نعطيك معلومة واحدة أخرى خاوتي على شروط السفر إلى الجزائر. وكاين شرط الغاوة مش الجزائر اللي الغاتو وإنما الدولة اللي راح نحكي لكم عليها. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين يعني البارح نورمالمون قلتها لكم البارح في اللايف اللي درته لكم في الليل أن حكومته ستلغي شرط إجراء اختبار فيروس كورونا يعني راحين ينحيوا لو بي سي آر للناس اللي ملقحين اللي عندهم لو شيما فاكسينال تاعهم ورايحين لبريطانيا ما يديروش لو بي سي ار يديرو غير الناس اللي مش ملقحين هكذا. وقال هذا للدخول الى انجلترا وقال جونسون لاظهار ان هذا البلد يفتح ابوابه للعمل وللمسافرين سوف تشهد تغييرات حتى لا يضطر الوافدون إلى إجراء الاختبار إذا كانوا قد تلقوا اللقاح. يعني حب يسهل على الناس بس كوراي البريطانية راي دوموندي في اليد العاملة باش يسهل على الناس نقولوا اللي ملقحين وحابين يخرجوا يروحوا لبريطانيا يخدموا لإنجلترا يخدموا سي با لا بين يديروا بي سي ار يدخلوا هكذاك يدخلوا سون بي سي ار يدخلوا غير بالفاكسان تاعهم. ومن المقرر أن يعلن وزير النقل البريطاني جون شابس عن تفاصيل تغيير القواعد في وقت لاحق. ممكن جدا يعني يعطينا معلومات واحدة أخرى في وقت لاحق وإحنا يعني بدورنا نجي نعطيها لكم. فوالا هادو الزوج معلومات يعني بون نوفيل. تسمى الدول دوكا يبدات كيما سويسرا راهي نحات لو بي سي ار ثاني للناس الملقحين سما راهي الاجراءات والتشديدات بدات تنقص يعني دوك يتبعوهم الدول الاخرين تتبعهم فرنسا والمانيا وايطاليا ثاني دوك يبداو ينقصوا في التشديدات في الاجراءات تاع السفر.
بالنسبة لفرنسا فرضت اللقاح إلا في الرحلات الداخلية مثلا، سواء في الطائرة ولا في القطار ولا في البيس اللي نقولوا في نقولوا طريق بعيدة، هادو دارت لهم لو باس فاكسينال. أما في الايروبور كيما البارح حطت لي واحدة تعليق قالت لي اسكو نقدر ندخل لايروبور وانا مانيش فاكسيني، سي بوركوا با، قلت لها ما تقدريش تدخلي لايروبور، جامي دومونداو الفاكسان، لا فرنسا جامي لي زايروبور تاع فرنسا جامي يدخلوا الناس بالفاكسان، الناس كل تدخل سون فاكسان سون ريان. اذا ما كنتش مشتركين معايا في القناه خالتي نطلب منكم طلبا يعني ولا فضلا مش امرا تشتركوا معايا في القناه هكذا يعود يصلكم كل جديد، ودعموا القناه من فضلكم، ادعموا لي لي فيديو اللي راني نحط لكم فيهم. نرجع لتعليقكم كش ما نلقى السؤال. كريمة أهلا حبيبتي، هذا وين شفت تعليقك، أهلين وسهلين، شراكي بابا مليحة، مش عارفة الجالية تاعنا اللي مالفين يشوفونا وين راهم. البارح جيتو كامل في الليل كيما حطيت لكم لو لايف في الليل جيتو كامل، ودركا راكم راقدين. البارح المانيا في الليل ودايرين مسيره على جال لو باس فاكسينال اللي شرطوه لهم في لي ريستورون، شرطوا له بصح هذوك المانيا الى بوكو اكزاجيري، طلبت لهم لو باس فاكسينال بلس لا ترويزيام دوز، سي سا الناس ما تقدر عاد ما يقدرش يدخلوا لي ريستورون، ما يقدرش يدخلوا لا ني بار ني ريستورون ني ريان دي تو، اللي ما يعودش عنده 3 جرعات ما يقدرش يدخل، 3 جرعات بليس اختبار انتيجينيك، هذا هو المشكل، هذا هو اللي نظروا داروا عليها مسيرات في الليل بزاف، وجاية ألمانيا تحط في الجزائر في الخانة الحمراء، هي ديجا راهي في الغوج. لا الحمد لله الحالات راهي تتحسن بحول الله. البارح البيان تاع الوزير الاول ثاني ما هدرش على الرحلات ما تلحش ليهم ما مسهمش، ما كانش حجر صحي، ما كانش غلق، ما كانش تخفيض في الرحلات كيما هدر رئيس الجمهوريه، ما كان والو، الحمد لله الرحلات راهي ماشيه نورمالمون، الرحلات كل يعني في وقتها ما كان حتى واحدة نقص ولا ما كان حتى رحلة انيلي، فوالا الحمد لله، نقولوا الحمد لله. لي باتو ثاني كيف راهم يمشيو ثاني نورمال في اليمات تاعهم اللي مالفين يمشيو فيهم عاديين، متواصلة الرحلات راهي متواصلة. فوالا خالتي هذه هي، ان شاء الله ما يكون غير الخير، نزيدو نصبروا شويه ان شاء الله وترجع الحياه الى طبيعتها هكذا، ونتهناو من الكشمار هذا اللي رانا عايشينه. حبيبتي يوم الاحد يرجعوا التلاميذ مقاعد الدراسه، اليوم اكدت وزاره التربيه يتوقعون اوائل فبراير تبدا تنخفض الاصابات ويبداو في زياده الرحلات والفتح البري ان شاء الله يا حبيبتي. ايه انا تاني البارح قلت لكم في اللايف دوكا في لافان تاع جانفي وبدايه فبراير تلحق للذروه وبعد تبدا تنقص الاصابات، منها يبدا يسخن الحال والاصابات تبدا تنقص، ميم دوك الاصابات راهي كثيره بصح راه غير اوميكرون هذا ما كان، الدلتا راه انخفض بزاف ماشي دلتا اللي راهي تطلع،
دلتا هي اللي واعره، مي الحمد لله مش هي اللي راهي تنتشر، راه الاخر الاوميكرون اللي راهو ينتشر سيرتو سيرتو انتر لي زيلاف. لي زيلاف على بال كي سون تري اكتيف ويعديو بعضهم. اختي كاش اخبار عن تخفيض سعر التذاكر اشهر مقبله؟ ما سمعتينيش وقيله في اللايف، كنت نقول هذا وين كنت معاكم في اللايف في الاول اللي كنت نهضر لك على رحلتين، يعني راهي من المانيا للجزائر ب 260 اورو، ومن ايطاليا للجزائر ب 221 اورو. راهي بدات الجويه الجزائريه بدات تخفض في الاسعار، ودوك يتبعوها الاخرين. ايه خفيف الاضرار تاعو كيما نقولوا، الاضرار تاعو كيما الانف كيما لا غريب كيما لا غريب سيزونيير. بونجور ما سير لو بيي بور المان الي روتور 200 اورو اي كيل نو جو بونس كو لالي سي با الي دو روتور نو 200 اورو الي روتور سي امبوسيبل نو سي 261 الي من ألمانيا للجزائر، و 221 من روما للجزائر. ألي برك ماشي ألي غوتور، سي امبوسيبل ألي غوتور. غير يعود ألي معليش، سما خير من اللي كان هو 400 و 600 ووصلت حتى ل 700 ميل، ما وصلتش حتى الميل من باغي لألجي. بصح اللي شراوها هما اللي الله الله لا كيما يقولوا الله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، هما اللي راهم يطلعوا في في السمع للناس الاخرين، ما خلاوش الناس تروح. كما راهم شي يشريو بهاد السمع راه من الناس الكل يقدروا يشريو. يعطيك الصحة، هذا وين الحق؟ معليش حبيبتي، المهم في الإعادة إفادة. معليش مادام الجزائرية بدات تخفض الأسعار تأكدي قريبا فتح الحدود. هي هو يخي يقول قالهم نخفضوا في كي يزيدونا في الرحلات نخفضوا في الأسعار ويزيدوا الرحلات ويفتحوا الحدود الكل. يا اخي قالهم هذيك الخطره الاندلسي، قالهم يعني كلش متعلق بال كما يقولوا بالتلقيح، كي يلقحوا الناس. واكيد رئيس الجمهوريه راح يفتح الحدود، وكي يفتح الحدود راح يزيدوا في الرحلات، وكي يزيدوا في الرحلات اوتوماتيكمون الاسعار راح تنخفض. وهذه هي أم أمين، هل عندك فكرة عن ثمن تذكرة لإسطنبول من الجزائر؟ والله يا أختي والله سمحي لي، والله ما عندي فكرة عن البري تاع إسطنبول جزائر إسطنبول، والله ما عندي فكرة يا حبيبتي. ادخلي برك لو سيت تاعهم دوك تلقاي لو بري، ادخلي لو سيت تاع ألجيري دوك تلقايها، ولا لو سيت تاع التركيش. معلش انا نزيد نحبط لكم لتحت كش ما نلقى لكم ثاني معلومات جديده مادام راني معاكم. هكذاك الناس راهي مازالوا مهاجرين حاكمين البحر، وراو جايين مش عارفه وين جايين، جايين لفامي تاعهم ولا جايين عند ماتهم، ولا جايين راحين يلقاو الطابي روج قدامهم. يعني ربي يهديهم هذو اللي جان هذو، ربي يهديهم. قال لك ماتوا زوج مساكن وتم إنقاذ أزيد من 250 مهاجر في جزيرة إيطالية، ومعظمهم من هذه الدولة. منين شكون هذه الدولة؟ دوك نلقاوها. لقي 7 مهاجرين حتفهم اليوم الثلاثاء، فيما تم إنقاذ 280 آخرين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوازا الإيطالية، حسب ما أعلن عنه حفر السواحل الإيطالي. وأوضح المصدر نفسه أن معظم هؤلاء المهاجرين الذين كانوا على متن قارب خشبي مكتظ من جمهورية مصر وبنغلاديش. خليا يا لطيف يا لطيف، يعني في قارب في بوطي تاع خشب بون بلوس. وقد شاهدت قوات حفر السواحل المركب على بعد 50 كيلومتر قبال ساحل الجزيرة خلال الليل، وعثرت على 3 جثث
من متني، بينما توفي 4 آخرون قبيل وصول المركب إلى الميناء. ربي يرحمهم مساكين والله، والله العظيم راهم يعني غير يقلقوا في والديهم ويحرقوا في الكبدة تاع ماتهم وبيانهم. هذا ما كان تالي، ما عندهم رايحين يلقوا قدامهم، حول ولا قوة إلا بالله. وهذيك العصابة اللي وقفوها سمعتوا بيها؟ بعد العصابة اللي كانت تشرب في دم الجزائريين باش زعما يدوهم يقرا في الخارج، زادوا حكموا عصابة واحدة أخرى نتاع اللي تخرج الناس برا، اللي تخرج المهاجرين غير الشرعيين، هذه لقاوهم في شواطئ عنابة. الله يستر، والله الله يستر. واحد الوقت رانا فيه يا ربي، واحد الوقت، حول ولا قوة إلا بالله. مبالغ مالية متفاوتة ومقابل تهريب المهاجرين على متن قوارب الموت باتجاه جزيرة سردينيا الإيطالية، هذا وقد تم الإطاحة بهم على إثر استغلال مصالح الدرك الوطني. المعلومات التي وردت إليهم بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحضير لعملية هجرة سرية عبر البحر انطلاقا من شاطئ سيدي سالم بولاية عنابة نحو جزيرة سردينيا الإيطالية على متن قارب نزهة مجهز لنقل المهاجرين، ليتم على أثر ذلك تكثيف التحريات والتحقيقات الميدانية التي مكنتهم من توقيف أفراد شبكة 8 وحجز مبالغ مالية بالدينار الجزائري وأخرى بالعملة الصعبة. كما تم أيضا حجز 7 أجهزة هواتف نقالة كان يستعملها أفراد الشبكة في التواصل مع الشباب المرشحين للحرقة، وعتاد خاص بالبحارة وأجهزة GPS الخاصة بتحديد المواقع، بالإضافة إلى قارب النزهة كان مجهزا لنقل المهاجرين غير الشرعيين وسيارتين سياحيتين تستعملان من طرف أفراد الشبكة في تنقلاتهم، وتم تحويلهم برفقة المحجوزات إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معهم وتكوين ملف قضائي ضدهم سيتم بموجبه تقديم أمام النيابة. هذو كنت داوهم ديريكتوم وتحكموا لهم بالإعدام، هذو اللي راهم يهربوا في الناس، هذو هما اللي حقهم يتعاقبوا، مش للشباب اللي يهاجروا. هذا اللي راهم يتاجروا بالبشر، كما اللي تاجروا بنات الناس وطلعوهم الأوكرانيا وذاك وخلوهم ساكن صاري فيهم ما صاري. الله لي يوفقهم إن شاء الله. عاد الناس عاد دراهم يموتوا، عاد دراهم يموتوا. صراحة سوسو اسمح لي يا أخي ولا أختي، بس فاكسين لوبليغاتوار بو ألي أون ألجيري دوبوي لا فرانس. أوبليغاتوار في الباتو أوكي، بصح مش في الطائرة، ما كانش في الطائرة، جيست لو بي سي آر 36 إريك إيميلي أهلين. الرحلات من الجزائر إلى الصين، إلى الصين أوكين إيدي، والله العظيم أوكين إيدي يا أخي. الصين أوكين إيدي، يكتب لي حتى بلونجلي تاني. والله يا أخي والله ما عنديش فكرة. سارة كتبت لي شحال الميساج، ولا هذا وين خزرت؟ كنت نقرا على بالك في الاخر في التليفون الاخر، ما كنتش نخزر. التعليقات، حطوا تعليقاتكم دوكا، اني فاضيه كيما يقولوا، دوكا نقدر نقراهم كاملين. تنساوش بالك لو جام، هذا باك لو جام وبارطاج، جام وبارطاج، هكذا يطلع لنا اللايف شويه وما نطولوش بزاف، هكذا نخليكم تروحوا تكملوا لا سياسة تاعكم ولا تقضيو شحالاتكم، ولا اللي رايحه دير البغرير دير، واللي رايحه تطيب المسمن طيب، واللي رايحه كل وحده واش عندها شغالات. الاشغال يا اخي ما يخلصوش في الدار.
سمعتيني يا صراحة، لو باس فاكسينال اوبليغاتوار غير في الباتو. عبد الحليم تيالا، مرحبا بك يا اخي. اللي يروحوا على اسبانيا باغ باتو وين يديروا البي سي ار؟ يديروه وين يحبوا، يديروه يديروه في اللابوغاتوار باغ اكزومبل. نقولوا من فرنسا ويروحوا على اسبانيا، سوا يديرو هنا في فرنسا ويروح، سوا يديرو في سوا يروح لاسبانيا يبات تما ويديرو، سوا يديرو وين يحب، وين يلقى اللابو اللي يدير لو بي سي ار يدير. نورمالمون كاين واحد لابو قالك قريب للبور تاع اليكونت نورمالمون، بصح النتيجه مش راح تخرج لك في ساعتها، النتيجه يا اخي على الاقل 10 سوايع ولا شحال باش تخرج لك. من الاحسن يعني ديرو في لا فرونس وما عاد تروح. انتك سالي بونسوار جيسبر كو تي با بيان. لاباس الحمد لله يا اخي ولا اختي، وانتم وانتم كيفاش راكم؟ مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ربي يحفظك. قالك مصالح الجمارك تحبط، محاولة تهريب للعملة الصعبة، المبلغ المحجوز سيقدر ب 12400 أورو ويعود لمسافر أجنبي. بيسير باغ ميل يقبلوا بيان سور بيان سور، النتيجة يبعثوها لك باغ ميل، لا بليبار دوكا راهم يجيبوها باغ ميل باغ ميل ومن بعد امبريميها برك. هذا ما كان الأكثرية دوكا يغوصوا لي ريزلتا باغ ميل، تروح ديرو باغ اكزومبل الماتا، تروح طول الماتا ديرو ومن بعد ومن بعد يبعثوه لك باغ ميل. هما يقولوا لك قول لهم انا مسافر باغ اكزومبل لا دات الفلانيه، لازم تبعثوه لي قبل هكذا باش دير حساباتك انت تاني. لا عندك امبريمونت في الدار تامبريمي، لا ما عندكش تامبريميه برا عند شي با سيبر كافي ولا حبيب. وماذا عن الرحلات من الجزائر الى بريطانيا؟ الرحلات تاع الجزائر وبريطانيا مازالوا هما ما زادوا لهم ما نقصوا لهم، اللي عندكم اللي حلوهم مازالوا هذوك زوج ولا شحال عندكم، هذا ما كان ما زادوا لكمش يا حبيبو. ربي يخليك يا عبد الحليم يا اخي. نو دوكا كلش باغ انترنت باغ ماي دوكا خلاص، هذاك باش تروح تريكيبيري الريزلت تاعك من لابو وين درتو، نو ما كاينش منها دوكا. تقدر تريكيبيري هكذا كلاسيك مون كيما، وتقدر تريكيبيري باغ ميل، يعني من الاحسن باغ ماي الخير هكذا، وتمبريمي في دارك ولا تمبريمي وين حبيت. اللي ما شافش اللايف تاع البارح في الليل درت لكم فيت في هكا على جال الاجراءات الجديده اللي اتخذتها الجزائر، يروح يشوفوا، انا خليته ما فصيتوش، يروح يشوفوا هكذا تعرفوا واش راه صاري في الجزائر والاجراءات اللي كل ما الاجراءات ديما تبعوها، ديما تبعوا الاجراءات باسكو راهي تتبدل بين 24 ساعه تتبدل. حاسو عثمان اهلين اهلين وسهلا وميرسي بور لي فلور، مرحبا بك ربي يحفظك. حاسو عثماني عثمان يدرى هاد الاسماء تاع ولادك ولا ما نباليش. ايه بعت لي هذا اللي بعثه لي يا اخي ايوب دو فلوغ ناقد اليوتيوبرز. السلام عليكم. اهلا وسهلا، جيت تنقدني مالا، يلا يلا تفضل، بصح يكون نقد بناء، فهمتني؟
راوي يحييكم خونا ايوب فلوج، تحياتي للجميع الحضور. شكرا اخي، واش كاين كاش جديد؟ ولا كاين كاين جديد على ما كانش كاين. الاسعار الجزائريه الجويه الجزائريه راهي بدات تخفض في الاسعار، بدات ترومبوسي فيليبي اللي انيلاتهم التذاكر الملغات قبل كورونا، يعني فيها 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 ما كانش غلق، هذا جديد ثاني. ما كانش تخفيض في الرحلات، هذا جديد ثاني، والحمد لله الدنيا بخير. عبد الحليم، ايه عليها سولتك، انا نسكن في باريس ونحوس نروح على اسبانيا، يعني ندير بيسيار هنا ونروح. انا من رايي يعني ديروه هنايا وتروح باغ اكزومبل، ديروه هنا في باغي، وتقدر حتى تمبريمي وانت رايح مع الطريق، ولا في كاش قهوه، وفي كاش سيبر كافي، ولا في كاش فوالا، سهل الحال. بعد في لامبريمونت سهل الحال، ربي سهل لك يا اخي، ربي يفرج عليك يسهل لك خويا. المهم كي تبغاو، انا واش نوصيكم، كي تبغاو تسافروا تبغاو نقولوا اليومين هذوك اللي رايحين ديروا فيهم البي سي ار تاعكم، حاولوا تيفيتيو المخالطه مع الناس، يعني باش ما يخرج لكمش البوزيتيف الاخر لو تيست تاعكم بوزيتيف، هكذا كيما يقولوا وتراطيو الفول تاعكم، ولا تراطيو الرحله البحريه تاعكم، ولا حاولوا على قد المستطاع ايفيتيو التجمعات، ايفيتيو باغ اكزومبل القهاوي، ايفيتيو لي ريستورون، ايفيتيو هكذا اوموا هذوك 3 ايام ولا 4 اللي قبل ما تسافروهم، باش كي تروحوا ديروا البي سي ار تاعكم يخرج لكم سلبي، هكذا تروحوا نتوما مهنيين، تسافروا نتوما مهنيين. ميرسي ايوب، ميرسي. شروط السفر الى كندا، ربي يخليك. والله يا اختي كندا وقيلا واش يدومونديو في كندا، يدومونديو فيها جو بونس غير لو بي سي ار. والله ما شفيت يا اختي، يعني دوك انا راسي مش ولا راسي ما يراحش ينزل معلوماتك كل، سمحوا لي تفاصيل، راني حطيتهم لكم اي شروط اي دوله حطيتهم لكم كاملين، ما عندهاش بزاف، حطيت لكم فيديو عنده يومين ولا، حطيت لكم كل الشروط يعني اللي تشرطها الجويه الجزائريه بين الجزائر والبلدان الاخرى اللي راهي تعمل معها الجزائر. روحي يا اختي دخلي لهذاك الفيديو وشوفي تلقاي الشروط تاع كندا، والله ما نشفاش عليهم، على بالك بزاف الدول بزاف والشروط بزاف، وتالمو راهي تتبدل الشروط، ما بقاتش كيما وقت فات، اي مره على مره تبدل. عزه بس 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 بس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا اختي مرحبا بك. عبد الوهاب عنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اختي الكريمه، ان شاء الله تفتح الحدود الفتح الكلي وترجع الامور عاديه ان شاء الله عن قريب، والله ما بقى بزاف، ما بقاش بزاف. يوسف الدويك، شكرا. بلمزيه يا اخي، بلمزيه يا اخي، اسمح لي برك ما لقيتش الاجابه عندي، روح برك للفيديوهات، الفيديو قلت لك حطيت لكم فيه الشروط كاملين تاع الدول، تلقاه يعني، ولا ادخل برك لو سيت تاع اغاجيري تلقى ثاني شروط تاع كندا. ليندا محنان، اهلا حبيبتي. يحلوا حدود تاع تونس كامل البريه، كي يحلوا الفتح الكلي يفتحوا البريه، بيان سور بيان سور. اختي انا مرضت كورونا، اسكو لاتيستاسيون دو ريتابليسمون افيك لو بي سي ار ساسبيرون؟ ولا غير سي بون كيستيون، هذه ولا بون كيستيون، ديما يجيني هذا السؤال. انا يعني من كيما نقولوا من الواقع ومن القراءه يعني ومن القانون، نورمالمون تقدري تسافري بها باسكو راهي في بلاس لو باس فاكسينال، شغل راكي فاكسيني كيف كيف، فاكسيني ولا جات الكورونا ودرتي تيسيات البي سي ار تاعك في الاخر وليتي نيجاتيف وعطاولك لاتيستاسيون دو ريتابليسمون، نورمالمون ديك تقدري تسافري فيها، تسافري بها. وانا من عندي باش تتاكدي زيدي سقسي في لاجونس، يعني لكن راح مسافره بار باتوا، لكن سافره لكن مسافره بالطياره لو بي سي ار يكفي، ما توري لهمش خلاص لاتيستاسيون دو ريتابليسمون. في البابور وي، زيدي سقسي في لاجونس في الالجيري فيغي، ولا مع كورسيكا اذا كان رايحه معاهم، يعني واش من كومباني اللي رايحه معاهم، هكذا باش تتاكدي يعني. كي نشوفك هكذا متفائله نفرح، والله العظيم، والله الحمد لله، والله التفاؤل انا دائما عندي سعاده.
البيت هكذا، وين كيما يقولوا تطلع للدماغ، الدماغ على بالك يعود المخ يعود يحبس يعود ما يخدمش، سي بوغ سا اللي تجي القلقه هكذا. بصح مانيش من الناس يعني اللي متشائمه، والله لازم نتفائلوا في الدنيا هذه، كوما نتفائلوش يا اختي والله ما نقدروش نعيشوا، نقول لك لا فيغيتي ما نقدروش، نمرضوا ونمرضوا ولادنا، نمرضوا اهلنا ونمرضوا، فوالا لازم التفاؤل، تفاؤل مليح. لا والله الحمد لله، ديجا الدول راهي بدات تتنقص في الاجراءات الحمد لله، بريطانيا نحت لو بي سي ار للمسافرين اللي يدخلوا ليها، السويسرا نحت وكذلك لو بي سي ار للمسافرين اللي يدخلوا عندها الملقحين، دوك يلحقوهم الدول الاخرين فرنسا وايطاليا واسبانيا وهذوك، ومن بعد كي يكملوا الدول الاوروبيه يولوا الدول المغاربيه ثاني كيف كيف، ولا غير دوك بالعقل غير بالتدريج بالعقل بالعقل ان شاء الله، وما يبقى حتى إجراء إن شاء الله تفتح الحدود وترجع الحياة إلى مجاريها الطبيعية. انتوما برك قولوا إن شاء الله صليوا ودعيوا، هذا ما كان ديجا دعيوا ربي يبعد علينا هذا البلاء إن شاء الله والوباء، والباقي سهل كي يروح علينا هذا الوباء الباقي سهل. والله صحيتو صحيتو، راكم ديروا في ليجام نستعرف بيكم، اللي ما دارش يزيد يدير جان هكا هكذا نستعرف بيكم. ميرسي ربي يخليك، ربي يخليك انت يا حبيبتي ويحفظك. سمعتيني يا بو عبدو، سقسي برك زيد سقسي متأكد، يعني انا من عندي نورمالمون تقدر تسافر بها، زيد سقسي برك في لاجونس يزيدو يعطيو لك الرسمي، عيط لهم في التليفون ولا كان قريب ديبلاسي ليهم ولا كان، وان شاء الله ما يكون غير خير وربي يسهل لك يا اخي ولا اختي. حقا راني حل كونت في التيك توك، اللي يحب يروح تما روحوا هجموا على الكونت تاعي وابونيو معايا تما، راني ساعه ساعه نحط لكم دي فيديو صغار هكا معلومه صغيره هكذا، التيك توك خي على بالكم فيديوهات قصار ماشي كيما في اليوتيوب، تقدروا تروحوا تابونيو تما ولا في الانستغرام تاني في الفيسبوك، عندي بارتو لي كونت تحبوا تروحوا تابونيو تما وتتبعوني ثاني تما، باسكو كاين بزاف نديرو كاينين معلومات نحطوهم ليهم ونحطوهم شهنا كيعود معلومه صغيره هكا ولا فيديو صغير ولا، وشكرا لكم خالتي. راهي كاينه شميسه اليوم بصح واللح واحد البرد واحد البرد يقطع يشبه البرد تاع الصيف. رئيس الجمهوريه راهو في مصر راح يزور مصر او اليوم يجي وقيلا اليوم يدخل. وقبل ما تسافروا خاوتي نوصيكم ثاني، قبل ما تسافروا لاي دوله لازم تشوفوا الشروط تاعها، على بالكم شروط الدول ما راهيش كيف كيف، كل وحده وشروطها، وحده تشرط اللقاح وحده لا لا، وحده تشرط بي سي ار 72 وحده تشرط 48 وحده تشرط كيفاه، المهم قبل ما تسافروا اي دوله اطلعوا على شروط السفر على التحديثات اللي راهم يديروها يعني الدول، احنا بدورنا انا نحطوا التحديثات، كل ما نشوفوا تحديث جديد نحطوه لكم في القناه، انا وحده من نفسي ما نعطي حتى دوله، اللي تخدم معاها الجزائر كاملين كيحطوا تحديثات نحطهم لكم، سواء ندير لكم فيديو قصير سواء ندير لكم لايف هكذا ونقول لكم عليها. المهم شوفوا وقبل ما تشريو لي بيي تاعكم اشريو ثاني اشريو لي بيي المؤكدين الرحلات المؤكده، ما تشريوش الرحلات تاع العام كامل،
باسكو كون تدخلوا الانترنت تلقاو رحلات في كل وقت، ولي بخي تلقاو لي بخي موان شير تلقاو، بصح ما لازمش تشريو اي رحله تلقاوها، شريو الرحلات المؤكده اللي على بالكم باللي راهي كاينه، مثلا من باري ولا من مونبولي ولا من ايطاليا ولا من اسبانيا ولا، المهم هذا مثال يعني. وكي تعودوا مسافرين شوفوا لي دوكيمون اللي توجدوهم كي تعودوا مسافرين، لو بي دافيون، لو باسبور، لا كارت غريز، كارت دو ريزيدونس او كارت ناسيونال، لو بي سي ار دو 48 اور او انتيجينيك. هادو اللي تعودوا مسافرين من الجزائر الى مثلا الدول الاوروبيه اللي دومونديو 48 اور تاع البي سي ار ولا انتيجينيك هكذا، ou la carte grise pour le bateau par exemple العود مسافرين في الباتو. هذو هما لي دوكيمون اللي تحضروهم معاكم. voilà. المهم انا كل كبيره وصغيره نلقاها نعطيها لكم باش ما تراطي والو. هكذا أموا كيما يقولوا كاينين بزاف مساكن اللي شراو لي بيي تاعهم، ونهار اللي راحوا لايغوبور ولا للبور ولا ينساو حاجه ما يديوهاش معاهم. واحد مثلا شي با موا ينسى، كاين بزاف اللي ينساو لي بابي تاعهم. المهم لي بابي توجدو هما الولا نورمالمون، يتحطوا بجهه، والحوايج الاخرين هما الاخرين. خيره فيش سانيتير اوسي، فيش سانيتير كتعودي داخله للجزائر مش كتعودي خارجه للجزائر. الجزائر هي اللي دوموندي فيش سانيتير سواء في الباتو ولا في الطائره، بصح كي تعودي خارجه من الجزائر ما كاينش فيش سانيتير. سمعتيني اخا حبيبتي خيره؟ يلا طلعوا اللايف وبدا يطلع ولا بدا يطلع ولا نفرح كي نشوفو يطلع كيما هكا لي جام برك دوك يطلع كي ديرو جام يطلع. يلا ان بو دو كوراج و ما تكونوش بخلاء لهاد الدرجه يا خالتي يا خواتاتي، ما تبخلوش خوتكم. انا والله ما نبخل عليكم، معلومه اللي عندي نعطيها لكم. المهم راناش رايحين نزيدو نطولو بزاف، فيها بركة. زيد معاكم 10 دقايق ونتفرقوا. السلام عليكم ورحمة الله. منيرة أهلا يا حبيبتي، أهلا وسهلا، مرحبا بك أختي. هذا وين جيتي؟ هذا وين نطي؟ جبت قهوتي ولا نزلتي ولا جبتي لنا قهوة معاك؟ جيبي القهوة والآخرين يجيبوا المقروط هكذا. كنت برا نسوق اي بصحتك، تتسوقي ولا تسوقي؟ نسوق
رحت نجري، ولا عندك الحق يا اختي، ولا عندك الكوراج تخرجي وتروحي تجري في هذا البرد. بصحتك. ولا غير بصحتك حبيبتي. السلام عليكم، انت منين؟ انا منين؟ انا جزائرية يا اختي، جزائرية بنت الجزائر. يا ريت نشرب معك قهوة، كنت في السيارة. معليش حبيبتي، معليش والله، يا ريت كش نهار نتلاقاو في كش بلاصه نجيب قهوه وكيف كيف، وراه المشكل ما كان حتى مشكل والله. يا هذيك السياره هذيك غير انا من نهار شريتها عقلتني، على بالك عدت ما نحبش نمشي، كنت وقت فات نمشي بزاف، وزدت حتى في البوا ملي شريتها، والله غير زدت حتى في البوا. شكرا لك يا حبيبتي، انا راني مريضه بالاوميكرون وما رانيش ملقحة نقدر نسافر للجزائر. شوفي ديري التيست، ديري التيست تاعك بوزيتيف، ومن بعد كي ترتاحي ديري نيجاتيف، يعطيو لك لاتيستاسيون تاع شهادة التعافي من لا سيكوريتي سوسيال، فيها لو كود كيو ار تاعك، وبهذيك الشهادة نورمالمون تقدري تسافري بها. وعلاش ما تقدريش تسافري بها؟ هذيك هذاك هو الباس فاكسينال تاعك، هكذا. بصراحة أنا معجبة بيك، لأنك تجيبي كان الأخبار الصحيحة. ربي يخليك يا حبيبتي، ربي يخليك وربي يحفظك. والله غير نحاول على قدر المستطاع، غير لاش تنكون عيانة ونكون تعبانة نخدم برا ونزيد نروح للدار ونزيد نحوس على المعلومة، وسي با فاسيل باش تلقاي المعلومة وتتحري عليها صحيحة ولا لا لا، ومنين تحوسي على السورس تاعها، منين جات هذه المعلومة لازم تكون حقيقية. وتالي ما نقدرش واحد انا من نفسي ما نقدرش نجيب لكم معلومة نلقاها غير في الفيسبوك نجي نحطها لكم، لا لا، لازم هذيك المعلومة نتحرى عليها، نشوف لي سورس تاعها، يعني صح كيعودوا دي جورناليست حقيقيين ولا يعودوا دي سيت اوفيسيال حقيقيين، هكذا نقدر نحطها لكم ونعطيها لكم وراسي مرفوع. فوالا، ولا غير بلا مزيه يا حبيبتي، لك بليزير. ربي يعاونك يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله يا حبيبتي، يعاونني ويعاونكم نتوما كامل. والله الناس كل راهي تتعب، ما كاش حاجه تجيب الساهل، والله ما كان حاجه تجيب الساهل. ربي يعطينا الصحه برك، هذا ما كان كتعود عندنا الصحه، ولا غير الصحه اللي تفرح. الصحه تقدري ديري بها كلش، بصح كي تروح لك الصحه. انا ذيك النهار يومين برك درت الفاكسا وصرا فيا ما صرا، على بالكم بلي الدنيا قدامي عدت نشوف فيها كحله، قسما بالله قعدت انا نفسي روحي مانيش حاملتها. يعني يقول لك الصحه هي كلش، ولا كي تخطيك الصحه واحد ما يعطيها لك، لا لامك لا بويك لا خوك لا اختك لا وليدك لا والو. والله العظيم غير طلبوا من ربي يعطينا صحتنا ونتلاو فيها ثاني، ماشي غير نفرطوا فيها ونخلوها. هل كاين بول من مرسي وهران؟ من فضلك نشكرك بزاف وبارك الله فيك. خيره حبيبتي، كاين من مرسي وهران، كاينه فيولينغ اللي تروح بالسبت كاين، وعندكم عندكم الباطو اللي يروح لالجي ثاني. بوغ لو مومون با مارسي راه عنده غير دو فول، عنده اير الجيري وعنده فيولينغ، هذا واش عنده، دايرينهم في زوج بالسبت. اير الجيري تروح لالجي هو لي بومدين، وفيولينغ تروح لوهران. يعني وهران المطار تاع وهران راه صافا، راهم يروحوا ليه من باغي، يروحوا ليه من مونبولي، يروحوا ليه من مارسي، صافا الحمد لله. حنا نطلبوا من الدولة تاعنا تزيد تحل المطارات الاخرين، على الاقل تحل المطار ولا زوج في الشرق، سواء تاع النابة ولا قصن ولا سطيف ولا بجاية ولا هذوك. يعني المطارات كاين بزاف الجالية تاعنا اللي تسكن في سطيف، في عنابة، في فوالا، هذو اللي نطلبوا من الدولة تاعنا، وراهم يحلوا بشوي بشوي، بالعقل بالعقل. ما عندكش اخبار على الاردن حبيبتي؟ الاردن ولا غير مازال ما كاينش خبر يعني اللي يكون رسمي. نتمنى يكون فول نونت
وهرا يا اختي ان شاء الله حبيبتي. نونت بوغ لو مومون ما كانش نونت، نونت على بالك ما فيهاش بزاف الجاليه الجزائريه، سي بوغ سا اللي ما دارولهاش فول. هما راهم يديرو بارابور للجاليه وين متواجده بزاف، سي بوغ سا. وبالك في المستقبل يديرو بوركوا با. لو بري يا حبيبتي والله تدخلي لي سيت تاعهم دوك تلقاي لي بري، والله ما على بالي ساعات يديروهم رخاص ساعات تلقايهم غاليين، ولا غير سا ديبون، سا ديبون على كومباني، سا ديبون على دات، سا دخلي الجيري وشوفي تلقاي لي بري ولا فيولينغ. تي سقسيتي على وارن دخلي الفيولينغ تلقاي لي بري، والله ما نكذب عليك يا حبيبتي لو بري. على بالك لي بري ما يخليوهمش بري موحد باين ها وراه، هم يزيدو وينقصو، يزيدو وينقصو. كيما الجيري قلت لكم عندها زوج رحلات اللي راهي حطتهم من فرانكفورت للجزائر 260 يورو، ومن روما من ايطاليا للجزائر ب 220 يورو، يعني راهي مطيحه اللي رايحين في هذو لي فول، ولا غير الحمد لله بصحتهم. ان شاء الله ما يكون غير خير والله. لورد خصني ميغريا للزواج يا اخي، انا القناه تاعي ماهيش تاع عروض الزواج، كاينين بزاف لي سيت تاع عروض الزواج، روح ادخل ليه محوس وربي سهل لك. لكن عاد من مكتوبك ميغريا وعلاش لا لا، كل واحد دي مكتوبه يا اخي. مونيا انا رحت الجزائر تونس، ومن تونس الى الجزائر، من تونس الى الاردن ذهاب واياب تكلفت لي 40 مليون. سي فغي ولا غير غاليه يا اختي، والله العظيم غاليه. دوكا الحل الوحيد باش تروحي للاردن ولا لمصر، ولا ماشي لمصر، مصر محلو عليها، ولا دوله واحده اخرى تروحي على تونس. الحل الوحيد اللي ترانزيت اللي الناس كرام يديروا على تونس. وهذه انا منى في داروها هكذا، حلت بزاف معاها الجزائر تونس، باسكو الخطوط الجويه التونسيه راهي تمر بازمه ثاني، سي بوغ سا اللي حلوا لهم بزاف خطوط باش تخدم باش تطلع في الميزانيه تاعها. هذه هي كلش كلش اقتصاد وكلش سياسه كلش عند بالك. حلوا حلوا على جال لي زيميغري. يلا نكوبي لايف ولا انا ولا نخليك من الدرد شو. السلام عليكم يا اختي، ربي يحفظك. وعليكم السلام يا حبيبتي، ربي يحفظك ويسترك. النهار يحلو طياره بين تولوز الجزائر، قولي لنا. اي بيان سور، نهار يحلو من الجزائر تولوز نحلك لايف هكذا ونزغلك لك من الفوق، فهمتي؟ ماذا بيا حبيبتي، والله ماذا بيا. احنا اي رحله يحلوها لازم من داخل القطار. احييك انا وليد بلادي، واش راك؟ ربي يعاونك يا اخي في الخدمه تاعك ان شاء الله، على بالي راك في الخدمه، ربي يعاونك، مرحبا بك. سلام مدام حورية، جو سوي من الجيري. فينالمو رحت، والله مبروك عليك يا عمي صلاح، والله غير بصحتك اهلين. جي باسي بار لالمان حاج صالح ابيانتو ان شاء الله. واش راهي الجزائر؟ الحمد لله والله يا عمي صالح غير فرحت لك، كنت ديما تسقسيني وساعات نلقى لك اجابه ساعات ما نلقاها لكش، ونتمنى لك غير الخير ان شاء الله. الحمد لله كي رحت، الحمد لله كي دخلت للجزائر وكنت تقول لي نشوف الجزائر قبل ما نموت، وخايف لا نموت وما نشوفش الجزائر. الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله والله العظيم.
شكون اللي جرب الكرسي تاع الباخره؟ هل مريح؟ والله يعني ما نقدرش نقول لك. انا قلت لك جاوبتك واحد المره يا اخي، قلت لك رحت خطره فريده في البابور، بصح في الباطو الاول، ماشي هذا جديد. حكمت كابين، ما سييتش لي فوتاي، والله ما سييت. من الغالب جو سي با مريح للشباب، يعني اللي شبابهم ما يرقدوش، هم يباتوا يدوروا، يباتوا كيما قلت يقصروا ويدوروا، وهذه قهاوي وهذه كذا. بصح واحد كيعود موالف بالراحه وموالف بكرسي كيما انا، ما يساعدنيش الفوتاي، انا مستحيل نروح في الفوتاي، مستحيل. كاينين اللي يساعدهم، الله اعلم. بالك هذا الباجي مختار ثلاثه، بالك يكون مريح. نقول لك هذا السؤال اطرحه في، وممكن تلقى الإجابة عليه هنا، اطرحه في الفيسبوك، دوك يقولوا لك عليه. إذا كان عدت جاي راه ما الفوتين عنده ما يدير لك نورمال، وإذا كان عدت شوية آجي هذيك حاجة أخرى. سلمنا على الجزائر عمي صالح، سلم لي على الجزائر كامل، بوسهالي كامل، من الشرق للغرب، من الشمال للجنوب. وكي تجي كي تروح جيب لنا معاك شويه شميسه. ام ندى، سلام اختي، ممكن سؤال؟ واش في بدايه تلقيح لقحوا الاطفال الصغار؟ نو، اطفال صغار مازال. وين حبيتي، في فرنسا ولا في الجزائر ولا نو؟ الكبار ما حبوش يلقحوا، تي راحين يلقحوا الاطفال الكبار، راه مهربين من التلقيح. الجزائر مش حابين، الشعب الجزائري مش حاب يلقح، والله ما محبين يلقحوا. من في فرنسا ما راهمش يلقحوا ثاني في الاطفال، قليل اللي راهم يلقحوا في ولادهم. يا الله، هاي كورسيكا حطت ثاني الاخر تاعهم ميزور سانيتير بارابور لا لين دو كورس، لا لين دو كورس. قال لك لو باس فاكسينال ني با اكزيجي بور فواياجي او ديبار فيغ لا كورس ا كونتي دو 24 جانفي ا بارتير ديير. Les conditions actuelles et obligatoires des passes sanitaires sont donc maintenues. Ainsi, tout passager de 2 ans et plus doit obligatoirement présenter l'embarquement un pass sanitaire en cours de validité. Voilà, Adou qui m'a dit il dira le PCR. Ah, il a dit que vous avez dit que le cauchemar va partir. Ah, bdaou ينقصوا. بداو يلغيو في الباس فاكسينال، الحمد لله يا ربي. دوك يزيدو يلغيوه من تاع الجزائر، دوك تشوفو. Je suis en bonne santé avec 10 janvier 2022, alhamdoulilah, je rentre en France avril. Je passe le bonjour de votre part à l'Algérie et la douane. Ça s'est bien passé. Ah bah, alhamdoulilah. Om Nada, choufi dokhli l'qanet, marquez dirasset l'waqa ou tarikh, muharrak Google, videohet khatar. التلقيح كي نشط الامراض من بعد تكون الوفاه بسبب المرض، وهذا خطر. نقول لكم لا فيغيتي، على بالكم ما تكثروش بزاف تتعمقوا في جوجل، على بالك حبيبتي نحترم رايك.
بصح ما تتعمقوش بزاف، على بالك يدير لكم الوسواس، قسما بالله غير تتوسوسوا. خليوها في يد ربي، حابين تلقحوا روحوا لقحوا، اللي مش حاب يلقح ما يلقحش برك. ما تظلوش كيما يقولوا تبحثوا بزاف في جوجل، باسكو دي فوا تطيحوا في واحد المعلومات على بالكم باللي يديروا لكم لو ستريس، يديروا لكم الوسواس، والله العظيم غير تمرضوا من راسكم. هاني نقول لكم، كيما واحد باغ اكزومبل يروح للطبيب ويقول له مثلا عندك هذاك المرض الفلاني، مرض اي مرض، وهذاك الانسان يروح يبحث سوغ انترنت، سوغ انترنت يبحث 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 حتى يلقى هذاك المرض، ما عنباليش انا، ومرض خبيث وياكل كذا وياكل جسمك وياكل مخك وياكل. يسمى هذاك المريض مسكين يجي يرتاح يزيد يمرض، والله العظيم يجي باش يسولاجي روحو يزيد يمرض. ماذا بك مخاتي ما تروحوش بزاف لجوجل، معليش تحوسوا على حوايج داكا، بصح باش تتعمقوا في البحوث. يعني احنا ماناش طباء، ماناش باحثين، وماناش نصدقوا اي معلومه نلقاوها في جوجل، بصح اي معلومه في جوجل ماهيش صحيحه، ماهيش اي معلومه اللي في جوجل راهي صحيحه حبيبتي. نوم تمرضيش بروحك بهذا الحوايج والله. ام ندى انا من المغرب، مرحبا بك حبيبتي، انت اختنا وحبيبتنا، وعلى ما انا ما قلت والو. يعني اللي عنده سكري، اللي عنده سكري غادي ينشط ويطلع السكري او السرطان ينشط، الله اعلم يا حبيبتي والله الله اعلم. ليلى هذو اطباء واختصاصيين فيروسات مثل لوك مونتاني، وي كاينين على بالي، كاينين المختصين، بصح انا وحده من نفسي ما نحبش نبحث بزاف في هذه الامور، والله ما نحب نبحث في هذه الامور، بس كنخاف نلقى معلومه ما تعجبنيش ونبدا نبات قاعده ونبات نتوسوس ونبات نعود نقلق في روحي ونعود نجي نداوي مرض، نولي نزيد نمرض بمرض واحد اخر. وعلاش على هذا الشيطان؟ ديجا المشاكل اللي في رصانتك فينا. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un ami qui a mis réservé le billet d'avion. Alhamdulillah, alhamdulillah, akhi. Alhamdulillah, ya baba, alhamdulillah. Wallah, farhat lak, wallah al-azim. Profitez mليح في الجزائر. Profitez mليح في الجزائر. Mais راح تصوم رمضان تما. Inch'Allah. Ah, قلت لي ندخل في أفريل، ما لا تدخل قبل رمضان. عائشة شامخجي أهلا حبيبتي، أهلا يا عائشة، الحمد لله حبيبتي. وانت يا رمضان يا خي، في الديبي تاع رمضان، في الديبي تاع رمضان، رمضان في الديبي تاع رمضان، في الديبي تاع أبريل إن شاء الله. أنا نعسانة، أنا سبور صلي، راني غير نعود نخلط. المهم انا يا فين تسكني حنونة؟ نسكن في ليون يا عمري. يدوموند با لو فاكسان بو بارتير لنيجيري، نو في الطيارة ما يدومونديوش الفاكسان، نو جوست لو بي سي ار دو 36 ساعة، هذا ما كان في لو باتو. وي مع السلامة، ربي معاك إن شاء الله حبيبتي، ربي يكون معاكم إن شاء الله، ربي يسهل لكم كاملين اللي راحوا إن شاء الله يعقبوا أيامات مليحة في بلادهم ويشوفوا لافامي تاعهم إن شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين، واللي مازال ما كتب لهمش ربي إن شاء الله تكتب لكم وتروح، ربي يسهل لكم إن شاء الله، ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء، وإن شاء الله ربي يفتح علينا هذا الحدود هذه وترجع الحياة إلى مجاريها الطبيعية إن شاء الله. مفروض عليكم راه كلش مفروض علينا في اليوم يا حبيبتي، واش ندير وعندنا ما ندير، ومن احنا من الناس والله، غير من احنا من الناس، واش ديري انا والله ما درت على جال فرنسا ولا على جال، ولا غير درت على جال الجزائر، قلت كان نروح في ابريل ولا ماي نلقى روحي ام واجده. ربي يكون الخير هذا ما كان، ولا ربي يكون الخير. حتى البي سي ار تعمل التهاب السحايا الاغشيه اللي تغلف المخ، يا ربي 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 يكون معانا
والله ربي يكون معانا يا حبيبتي. انا البي سي ار ما درتش حتى خطره البي سي ار، درت خطره واحده شكيت في روحي، درت لونتيجينيك برك، ما درتش بي سي ار، لقيت نيجاتيف الحمد لله. فوالا روحي اختي ترتاحي. ايه والله العظيم، والله انا عيانه شويه والله. وش هي ما دارليش اعراض تاع الفاكسه؟ الفاكسه قتلتني الدوزيام، قسما بالله قتلتني، قلت لك 48 وانا في الفراش، قتلتني قتلتني. ولدك مازال العيا تاعها على بالك، عندي درتها جودي ولا غال دوك نحس في الكور تاعي عينة، على بالكم من جودي حتى البارح باش كليت 3 جوغ ولا باش ما عنديش لابيتي، دي فريسون، لحمي كامل يوجع، الكور تاعي كامل يوجع، يديا يوجعو، رجليا يوجعو، حشاكم، راسي يوجع، لا فيفر ما عنديش يعني، بصح مريضة مرض رضا كيما يقولو، تقول احكمني واحد دقدقني، قسما بالله تقول كش واحد احكمني ودقدقني. يديا مش قادره نرفدها، مزيه طاحت لي بالويكاند ما نخدمش، كان طاحت لي دون لا سمين، كون درت انا غير مالادي والله، والله غير واعره يا الاولى ما دارت لي والو، بصح الدوزيام والله غير تقتل، والله ما على بالنا لا فيها فيروسات ولا فيها ميكروبات ولا فيها، والله ما على بالنا واش راهم يديروا لنا في اجسامنا. فتيحه مرحبا بك، بونسوار. Ouvert toutes les destinations sauf Lyon avec Air Algérie. Ni Doron ni la destination d'Alger pour aller à Lyon. Ils ont ouvert toutes les destinations sauf Lyon. Lyon a halila عندها غير 2 vols par semaine. عندها Transavia ou عندها اسيلر لاين، هذا واش عندها زعما يزيدوا لها اير الجيري، نورمالمون يزيدوا لها اير الجيري، راه مازالوا يا اخي قلت لكم هذيك النهار كيما تقلقت هكذا، قلت لكم راهم يقطروا لنا بالقطره، يعطيونا بالقطره كل شهر، يرموا لنا قطره، ربي يجيب الخير يا خالتي. هذا مكان المهم، واش نقول لكم خالتي، انا نروح نريح شويه، انا عيانه والله. خليكم بارك الله فيكم متابعه لو لايف، ما تنساوش برك تبارطاجيوه وديروا لي جيم قبل ما تخرجوا منه. نتمنى لكم ان شاء الله نهايه كما يقولوا نهايه اليوم مريحه، والباقي ان شاء الله كاش معلومات ولا كاش اخبار جديده ولا كاش، راني نخرج لكم حتى في الليل لايف كي تعود اخبار مهمه، ولا غنخرج لكم باش تعيان انا باش 5 دقائق ونقولهم لكم وصاي. المهم نقول لكم بقاو على خير خالتي، ميرسي بوكو، شكرا لكم بزاف، سمحوا لي الا كان كاش مغلطت معاكم، وانا هنا ان شاء الله اي حاجه ولا انا نوصلوها لكم. بارك الله فيكم والسلام عليكم.